السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهاردة إن شاء الله فكرة حلوة جدا وبسيطة وجديدة، محدش عملها قبل كده. هنجيب كده القطرة الفاضية، هنستغلها ونعمل منها فكرة حلوة جدا. هنجيب القطر ونشيل الجزء اللي فوق ده بمقص أو قطر، والتانية برضو هنعملها كده. انا كده قصيت دول اهم، هنعمل بيهم ايه بقى؟ هنعمل منهم فكرة حلوة جدا. ممكن نستغل برضو اي حاجة عندنا زيهم، علبة صغيرة، علبة فازلين او ازازة او اي حاجة. ممكن علبة الزيت، هنعمل برضو علبة الزيت. لما تخلص نغسلها ونعمل منها افكار بدل ما نرمي اهي. هنيجي كده الاحجار عندنا اللي بنجيبها من المصيف دي، هنستغلها برضو. هنبدأ كده نغطي بقى كل العلبة دي، كل العلبة البلاستيك بالاحجار، بس هنختار الحجر الصغير كده. هنختار الأحجار الصغيرة خالص علشان تكون مناسبة للحجم العلبة اللي احنا مستخدمينه. اهو كده نملاها حوالين داير كلها. نختار الصغير لحد ما نخلصها كلها. انا كده خلصت اهي، مليتها كلها بالاحجار، بقى شكلها جميل جدا اهي. وهنعمل برضو الاتنين دول، هنملاهم كده احجار وبعد كده نشوف هنعمل فيهم ايه. انا كده خلصت اهو، مليتهم كلهم بالاحجار اهي، بقى شكلهم حلو قوي. هنبدأ بقى نرشهم بالذهبي، هرشهم وارجع لكم نشوف شكلهم متغير ازاي. كده رشيناهم اهو، شكلهم بقى جميل جدا. رشينا التلاتة، اللون بقى اللي انت تحبيه رشي بيه. رشيناهم بالذهبي. بعد كده هتجيبي كتاب بقى قديم انت مش محتاجاه وبرده هنرشه بالذهبي. هنلزق بس الجلدة بتاعته كده فيه، والجلدة اللي تحت هنلزقها بالشمع نقطة كده بس علشان يبقى ثابت معايا. وبعد كده هنرشه من هنا ومن الحروف بتاعته كلها ومن ورا ومن قدام، هنرشه بالذهبي ونرجع له. انا رشيت الكتاب كده اهو كله حوالين داير كله، والحروف ومن ورا ومن قدام. وهنبدأ بقى، ولزقت طبعا الجلدتين علشان يبقوا ماسكين فيه. هبدأ كده ألزق القطع اللي احنا عملناها، هلزقها على الكتاب. كده فكرة سهلة وبسيطة، واستغلنا فيها حاجات كتير ما كناش مستخدمينها. الكتب القديمة، ممكن لو ما عندكيش الكتاب العريض ده ممكن تجيبي كتب المدرسة كلها وتلزقيها على بعضها لحد ما تعملي السمك اللي انت عايزاه اهي. وهنجيب بقى وردتين كده صغيرين، نقصرها كمان. ممكن ما تحطيش فيها ورد، ممكن شيل بس السلكة بتاعتها، ممكن تسيبيها كده. ديكور بسيط جدا، ممكن
ممكن نشيل بقى الورد لو انت مش عايزة الورد، هتخليها كده بس. فكرة حلوة جدا وبسيطة، استغلينا فيها كل العلب اللي احنا مش بنستخدمها. علب القطرة دي طبعا بنرميها على طول، وعلب الزيت استغليناها، واستغلينا الكتب القديمة او الكتب اللي احنا مش محتاجينها. يا رب الفكرة تكون سهلة وبسيطة وعجبتكم. لو عجبتكم حطولي لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل جديد، والسلام عليكم.